عاد أيلولك الصباح جديدا. 57 عاما مضت ولا يزال أيلول يدوي في وجدان اليمنيين أنشودة خلاص وميلاد شعب خرج من وهج التاريخ محملا بآمال وأحلام الانعتاق والتحرر الوطني في 26 من سبتمبر. يبعث الروح في التاريخ الذي شهد ميلاد اليمن الجمهوري الجديد وتكسرت على وقعه قيود الإمامة التي أدمت أقدام اليمنيين وقلوبهم لعقود طويلة. بحلول الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، هذه الثورة التي تتعرض في هذه الأيام إلى انقلاب غاشم على أهدافها التي انتصر اليمنيون لها وكافح اليمنيون من أجلها. أيلول غرة في جبين الدار. رسم اليمنيون طريق خلاصهم في لحظة عصيبة من تاريخ بلاد أثخنتها الحروب والصراعات ووسط حقول من الألغام والكمائن التي ما فتئت تتربص بثورتهم وأهدافها التي يمضون في سبيل تحقيقها. انقلاب في صنعاء وآخر في عدن، وبينهما تواجه الجمهورية في عقدها الخامس صلف الإماميين الجدد، وتصمد في وجه الانقلابات ومحاولات إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. ليس هذا فحسب، لكنك اليوم تواجه قوى النفوذ الدولي والإقليمي ومساعي تقسيم اليمن إلى هويات صغيرة وضيقة، علاوة عن التدخلات التي من شأنها تقويض وجود الدولة وإضعاف المشروع الوطني الجامع. 57 عام من ثورة 26 سبتمبر والجمهورية تقابل انقلاب من انقلاب إلى انقلاب. لم يستقر الوضع انتهاء بانقلاب الحوثي في الشمال وانقلاب ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات في الجنوب. إلى متى هذا الوضع؟ هكذا تبدو الجوف ملخصا للجمهورية وحلم الدولة وهي تحتفل بذكرى ثورة 26 من سبتمبر بعد 5 عقود ونيف على سقوط الحكم الإمامي. لم تتوقف معارك استعادة الدولة في صحاريها وجبالها التي تحطمت عليها رغبات الانقلاب ومساعي العودة باليمن إلى أزمنة الرجعية والتبعية. بين ثالوث الفقر والجهل والطاعون وعلى أنقاض حكم الأئمة وماضيها الأسود، أقام اليمنيون نظاما جمهوريا قبل 50 عاما ونيف من ذكرى ثورة سبتمبر الخالدة، ثورة تحل ذكرها اليوم وجمهورية اليمنيين بلا عاصمة. على الجرادي قناة بلقيس الجو.